هذا وشهد الملتقى مشاركة واسعة من قبل نخب ثقافية وإعلامية محلية وخليجية ركزت على أهمية الحفاظ على القيم الوطنية الثابتة ودورها في بناء جيل واع بمسؤولياته. ملتقى التنمية السياسية البحرين انتماء ومواطنة شعلة على طريق الارتقاء بمنظومة القيم المجتمعية التي تزخر بها البحرين، تحتضنها الأفكار والعقول النيرة وترعاها رؤية وطنية متكاملة تقوم على مبادئ المواطنة الصالحة والانتماء والمسؤولية المشتركة. أعتقد أن هذا الملتقى ضرورة أو يعبر عن ضرورة ماسة لنا كي نحصن أوطاننا، كي نحصن الأجيال الناشئة، وأيضا كي نفتح باب حقيقي للمشاركة الفاعلة اللي تضمن في النهاية أمن واستقرار وازدهار الوطن. هذه البرامج والتوعية اللي تقوم فيها أنا أعتقد مرحلة جديدة في التعاطي في الشأن السياسي اللي نحن نريد أن يتم التعاطي معه بحكمة وبحرص وأيضا بشفافية. أعتقد مثل هذا الملتقى يخدم هذا الأمر. الفكر والثقافة ممارسة مجتمعية تؤكد مجموعة الرؤى والتطلعات لمستقبل زاخر يحمل لواءه جيل واع بمسؤولياته وملم بكل الوسائل والأدوات الحديثة والمؤثرة التي تساعده على تحقيق أهدافه وتطلعاته. سعيد أني اليوم أشارك في الجلسة الحوارية الختامية في هذا الملتقى الجميل، تقريب كبير لوجهات النظر وجميل، قيم راسخة يعنيها تواجدنا في هذا الملتقى. الأغنية الوطنية دائما هي حب نبيل وهادف، والوطن هو الأم، فأنت اليوم تغني في أغلى شيء في حياتك اللي هو أمك وهي وطنك، فأنا سعيد بمشاركتي وسعيد بأني اليوم أمثل الأغنية الوطنية في الوطن العربي من خلال هذا الملتقى الجميل، وشكرا لكم. مع التنمية السياسية طبعا سنويا يقدم العديد من البرامج تحقيق أهداف المعهد، طبعا تنمية الثقافة السياسية هي أهم الأمور اللي احنا يعني نحاول نحققها من خلال برامج المعهد. الملتقى أحد البرامج اللي يقدمها المعهد، ولكن إن شاء الله هذه أول سنة نطلق موضوع الملتقى وبيكون سنوي بإذن الله. هذه السنة حددنا موضوع ملتقى التنمية السياسية انتماء ومواطنة، مواكبة مع انطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء والمواطنة. المشاركة النوعية في جلسات الملتقى أثراها التنوع في الطرح والتجديد في الفكر والمحتوى، انعكس بشكل ملحوظ على المشاركات العديدة من قبل حضور الملتقى وتفاعلهم البناء في عصف ذهني جماعي يدور في محوره حول الوطن والثقافة والانتماء. جلسات زاخرة اشتمل عليها الملتقى اليوم ركزت على تهيئة وتوعية الأجيال القادمة بقيم التسامح وقيم المجتمعية الراقية لتكون حمالة للواء الوطن وازدهاره وتقدمه وفق خطط وبرامج توعوية يشارك فيها جميع مكونات المجتمع لتسليح أبنائه بكل متطلبات المرحلة القادمة بعزيمة وإصرار. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.